رايح فين ده؟ ما اعرفش، عمال اكلمه ومش بيرد عليا. معلش بقى يا استاذ، انا اسف، بس عربيتي انا اللي اتعورت، بس لو في اي حاجه عندك عليا. لا خلاص، حصل خير، ما حصلش حاجه. تمام. ايه وحصل خير ايه؟ استنى انت يا سالي، في ايه؟ انا عارف كويس قوي ازاي اتعامل مع الاشكال دي. صدق ان انت راجل مهزأ وقليل الادب. قليل الادب؟ ده انت مش سايب حته في العربيه سليمه اروح اعمل بيها محضر. نعم. ده حتى الفواحه ما انتش سايبها سليمه. لا ده انت واضح بقى ان الادب مش هيجيب معاكم نتيجه. طب بقول لكم يا رجاله، انتوا اللي غلطانين وحاطين العربيه في الضلمه. احنا عندنا مشكله في النخوه يا سيدي. نخوه ايه؟ احنا بنجيب عربيات ونرميها في الضلمه ومش متغطيه كمان. احنا فري، نظام اوروبي. اوروبي؟ انت لابس كده ليه؟ لا انت بتشتغل ايه؟ في السيرك الاوروبي. نعم. انا بشتغل مهرج. بتهرج؟ لا والله ما بهرج. ما انت قلت مهرج. لا انا قلت مهرج. بتهرج يعني؟ لا، يبقى انت اللي بتهرج دلوقتي. ايه التهريج ده يا عم؟ عدي الحته بتاعه التهريج دي، عايزين نكمل الخناقه. اروح طب البس سبونج بوب واجي اتخانق معاك؟ تلبس سبونج بوب؟ ليه بتتخانق مع حماده هلال؟ حماده هلال؟ لا ده المهرجين اتغيروا قوي، انت بس اللي مش متابع. امسك بقى دي. ايه دي؟ امسك، ما تخافش. ايه مش خايف؟ امسك معايا. ايه ده؟ إيه؟ شد كده. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه شد كده. ايه ده؟ نعمل بيها ايه دي؟ انت هتزعل. ايه يعني؟ معايا؟ معايا. متابع؟ متابع. دي بقى يا حبيبي علشان لما تتضرب جامد. ايوه. وتعيط تلاقي حاجة تنف فيها. انت هتموت هنا يا ياض. وخد انت بقى المفاجأة دي. هو بيعمل كده ليه؟ عشان بيحب، بيمنحها الاهتمام. انت عارف ان الاهتمام ما بيطلبش، فلازم نمنحه. لا لا لا، وايه كل دول؟ لا ما انت ما تعرفش الدنيا دي فيها كام بلياتشو. الزمن لطشو قفا حرقه بجزقه. ما علينا من القصه دي، دول زمايلي المهرجين، مش هشوفوا المدير بتاعهم بيتخانق وهيسكتوا. ويا ترى بقى انت عامل لهم تارجت في ايه؟ في نفخ البلالين؟ الحمد لله. الحمد لله ايه؟ الحمد لله لقينا اسخف افيه في رمضان 2019. لقينا الافيه افراحوا يا بتوع السوشيال ميديا، افرحوا يا بتوع الكوميكسات. لقينا الافيه خلاص. خلاص يا عم ما تزيدش. انا بس عايز افهم حاجه، لو احنا جينا نتصالح وقعدنا قعده عرب، هتجيب مين من طرفك؟ بطوط؟ بطوط؟ ها. الله. لا ده انت تلبس دي بقى وتيجي تهرج مكاني. طب اثبت بقى مكانك يا رجاله. انت جايب صحابك؟ طب حلو قوي ان انت جبت اصحابك عشان ما تنضربش لوحدك. بص بقى يا حبيبي، ده الكارت بتاعي، عايزنا في حفلات اعياد ميلاد اي سبوبه احنا خدامينك. انا ما احبش ادخل الامور الشخصيه في الشغل. ايه الخناقه اللذيذه دي؟ تصدق بقى ياد انت اللي هتموت هنا. اموت هنا؟ ايوه اموت انا. خشوا يا رجاله. ايه ده؟ رجاله مشوا؟ بص هم مهرجين، فعادي ان هم يجوا في موقف زي ده ويهرجوا يعني. انا متفهم طبعا طبيعه عملكم. حضرتك راجل محترم. يلا احنا يا سالي. يلا استنى بس. يلا احنا يا سالي. ايه ده؟ انا ما صدقت لقيتك. امسك بقى زينه رمضان بتاعتك دي. انت الفقره الشيك الجميله بتاعتك دي محتاجه شويه ازرق هنا وشويه احمر هنا وتبقى شربات. ابتديت تفهمني. اه دي بتوجع قوي يا سالي. لا 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 لا. يعني انت دلوقتي طلعت لقيت الموضوع خلصان والراجل واقف بيعتذر والبنت واقفه ساكته بتجود من عندك ليه؟ طب هي هتحبك ازاي بالخرشمه اللي في وشك دي؟ لا لا، خرشمه ايه دي؟ فسفوسه دي ظهرت لي كده وانا بتخانق. مين اللي طلع في دماغك تعمل كده؟ على فكره انت ما ينفعش تكلميني كده. ما ينفعش تكلميني كده لان اللي قال لي اعمل ده استاذك. نعم، مين استاذي؟ انا ماليش اساتذه يا حبيبي. باشمهندس، باشمهندس قال لي ان هو استاذك. في ايه؟ في ايه؟ هو انت اي حد يقول لك حاجه تصدقها؟ لا ما انا مش الساحر مدحت بقى عشان اعرف جدك من هزارك. محلس، انت قلت له انك استاذي؟ انا لقيته مهرج فقلت هرج معاه يعني. معلش يا كباتن، ولاد حلال والله. مين؟ ده استاذي، ليه افضل كتير قوي عليا وتعلمت منه كتير، والنهارده عيد ميلاده ممكن نحتفل بيه؟ لا 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 لا، مش عايز احتفل، مش عايز احتفل. والنبي على فكره انا مش خايف منكم، انا مش خايف منكم. انتوا ايه، هخاف من اراكوسات ولا ايه؟ ودي الوان ميه، انا عارف كده كويس. انا بص بص يا بومبا، انا بيتسمع كلامي بس. خدت بالي. يعني اللي انا اقول لك عليه هو اللي تعمله. حاضر. دلوقتي هدي لك نمره واحده اسمها جمانة، هظبط لك معاه كل حاجه، هتكلمها وتروح لها. هتجيب نمره سالي. خلاص جمانة مؤقتا يعني. جمانة استاذي